من بداية حرب غزة بشهر العاشر 2023 ولغاية هاي اللحظة ما شفنا تل أبيب تأثرت بضربات الفصائل العراقية، بل على العكس المتضرر الوحيد هو العراق، لأنه كل استهداف للمصالح الأمريكية تقابل واشنطن باستهداف لمواقع الحشد الشعبي واغتيال قادة فيه. وبظل هاي التوترات عشنا توتر سياسي شديد بالبرلمان بسبب إخراج القوات الأجنبية من العراق، وكذلك لاحظنا الانتقادات الحادة اللي طالت رئاسة البرلمان نيابة اللي هو السيد محسن المندلاوي، وأيضا تابعنا إعلام الإطار التنسيقي اللي قال إنه القوى الكردية والسنية قاطعت الجلسة وإحنا نوابنا حاضرين، بس اللي يتبع أوراق الحضور راح يشوف إنه العدد كان 87 نائب، بمعنى إنه ليس نواب المكون السني أو الكردي من قاطع جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة إخراج القوات الأمريكية من العراق، فأغلبية نواب الإطار التنسيقي ما حضروا الجلسة، وأي حديث غير ذلك هو محاولة للتشويش مثل ما يعتقد تحالف تقدم. بالتالي فإن الأغلبية البرلمانية هي من قاطعت جلسة البرلمان، وهذه الأغلبية تريد إخراج القوات الأجنبية من العراق عبر الحوار والتفاوض من قبل السوداني والجانب الأمريكي. بالمحصلة السيد عادل عبد المهدي ختم هذا الشد والجذب بكلمتين وقال يابا ترى البرلمان ما له شغلة، الحل والربط بيد الحكومة، هي اللي جابت الأمريكان والتحالف وهي اللي تقول لهم كش ملك، لا تحرجون الكتل لأن هم لا عمو اليد ولا خال بنية.